حجم الكتابة هنا كانت محدودة جدا، تقوم على فكرة درامية فقط، السيناريو محدود. السينما بطبيعتها أصلا تعتمد على المشاهد، لكن مثل هذه المهرجانات هي مهرجانات أفلام قصيرة ملتزمة، أهم شيء فيها تركز على بؤرة الفكرة المحددة، وأعتقد أنها لا تعتمد على الكتابة الدرامية السينمائية الكبرى كما قلنا مثل الفيلم الروائي مثلا السينمائي الطويل. هذا ما أقصد. بتمنى على القائمين في المهرجان انه يعطوا تيمه معينه للي بدهم يشتغلوا افلام بالمهرجان، بمعنى تكون مثلا تيمه المهرجان هاي السنه العنف، تيمه المهرجان السنه اللي وراها الارهاب، تيمه المهرجان لا مانع، لانه عم بنشوف فيه خلط، واحيانا الشباب متاثرين كثير بالاعمال العالميه اللي عم بيشوفوها، فعم عم عم بتروح البصمه الاردنيه من الفيلم، وما بقصدش بالكادر والايقاع، لا بقصد ايضا بالموضوع. فنحن بنحتاج افلام بتمس واقعنا اكثر، وهذا يمكن بقدر اقوله كمان على مستوى الوطن العربي. يعني نيجي للافلام اللي شفناها لغايه الان على الاقل، انه يعني ما زلنا يعني احنا بنراوح للاسف انه احنا قريبين لمنطقه التلفزيون اكثر من منطقه السينما، لكن يعني خلينا نطول بالنا على الشباب شوي، وخاصه انها كلها يعني محاولات شبابيه لساتنا، وصح انه نبدا بالفيلم الروائي القصير، الا انه في بعض الاعمال يعني فيلم اللعبه مثلا لحماد الزعبي، اعتقد يعني انه الفيلم فيه هو محاولة كثير جميلة قريب فيها كثير من السينما، في توظيف لعناصر لغة السينما من أجل فكرة الفيلم. المهرجان بشكل عام مهم إن كلنا نحافظ عليه وعلى استمراريته، وندعم باتجاه إنه يتم تطويره، وبإنه كمان إنه وزارة الثقافة إنه تنظر للأمر بجدية أكثر من حيث الميزانيات، لأنه مش معقول كمان إنه أنت تظلك تعمل بهاي الميزانية المحدودة. طبعا شفت انا مجموعه الافلام اللي هم امبارح واليوم، العروض كان لا باس بها، يعني كل فيلم هو مدته قصيره شيء يعني 10 دقائق ربع ساعه، بس في كل فيلم كان في نواحي ايجابيه ونواحي سلبيه، يعني في خلينا نحكي بالنواحي الايجابيه، يعني كانت مرات في افلام اخراجها جميل جدا، افلام ثانيه الاداء فيها الممثلين كان روعه. فرصة لجيل الشباب الأردنيين صناع السينما أنهم يشاهدوا تجارب عربية وعالمية، وهنا بستطيع أنهم يعملوا هذه المقاربات ما بين تجاربهم وتجارب الآخرين. لا شك أنه جيل الشباب الأردنيين الجدد اللي بيشتغلوا في صناعة الأفلام هو جيل مبشر على صعيد النص، على صعيد الإخراج، على صعيد التمثيل، على صعيد توظيف التقنيات. احنا بحاجة الى الدعم والتمويل لمثل هذه المهرجانات، على اعتبار نعم عندنا طاقة بشرية مؤهلة قادرة ان تستمر وتنافس الاخرين. من اول ما فتحت عيوني وانا براسي لا انت مريض ولازم تتعالج. اتعالج من شو؟ أحس إنه الإنسان مش لازم يضل بس عايش عشان يتكاثر ويتناسى، يعني في إشي فيلم سراب هو عبارة عن فيلم سايكو دراما يناقش قضية كثير هامة وإحنا بنشوفها بكافة المجالات. إحنا بنحكي عن مرض معين اسمه النقوص، اللي هو ريجريشن،
هلا النقوص الى عمر اصغر هي حاله نادره يعاني منها صاحب هذا المرض، بتشوف حاله اقل سنا من عمره الاصلي، فبيمارس سلوكاته بناء على هذه الحقبه الزمنيه اللي هو عاشها. فاحنا بنشوف احداث الفيلم على شكل لوحات، عندنا مشاهد اساسيه عباره عن 6 مشاهد بتكون عند دكتور نفسي، وباقي المشاهد بتكون على شكل لوحات، كل لوحه مبين حاله معينه راح تشوفوها بالفيلم ان شاء الله. كان هدفنا الاكبر انه توصيل رساله. فريق جميل وقف معي جدا برغم فقر الامكانيات، برغم الدعم الصفر يعتبر، الى انه استطعنا انه نخرج فيلم، نوصل فيلم بمده قصيره، وان شاء الله يا رب يعني يلاقي صدى كثير ممتاز. عبد الله سكارنا مخرج فيلم أيهم، مدته 15 دقيقة تقريبا. قصة الفيلم تحكي عن قصة شاب تعرض لتحرش وهو طفل، فعاشت معه هاي الحالة النفسية وأخذت القصة هاي من المجتمع الأردني، من المجتمع داخل الأردن، فعاشت معه هاي القصة. تعرض لمشاكل أخرى طبعا، هو كان من عيلة فقيرة جدا وأبوه وأمه متوفيين. بعدها تعرف على صديقته اللي كانت معه بالطفولة، فحاولت تخرجه من الحالة النفسية اللي هو فيها وأخرجته منها طبعا. بنحكي عن تجربتي كمخرج بالفيلم، رائعة جدا كان، والجروب اللي كان معي كان رائع جدا، من الأستاذ أيهم شلهوب ورولا أبو خضرة، وفي جروب كمان محمد سميرات، وفي كمان نخبة من الفنانين الأردنيين أخذنا.